عن منتخبات بطولات كاس او بطوله كاس الامم الافريقيه. سيف زاهر الحقيقه بيقول كلام محترم جدا جدا عن مطالب الاهلي المشروعه اللي قلتها لحضراتكم. بيقول ان يجب الرد على الاسئله الشرعيه من اتحاد كره من النادي الاهلي لاتحاد كره القدم غدا. هو بيقول كده مهم جدا 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 ان الاتحاد المصري يرد على الاسئله الشرعيه للنادي الاهلي، ولو ما ردش يسكت وينفذ طلبات النادي الاهلي. ده مش انا اللي بقول كده، ده سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد المصري لكره القدم. وبالتالي شيء محترم جدا جدا من سيف ان هو يقول هذا الكلام المحترم، لان دي حقوق شرعيه الحقيقه. شويه اسئله طلبها النادي الاهلي من الاتحاد المصري لكره القدم على الاتحاد المصري ان هو يرد على هذه الاسئله. فكلام محترم وبدايه مبشره الحقيقه لقرارات هتحصل اكيد او رد هيحصل خلال الايام القادمه. كابتن حشيش،